هجم عليا وضربني، كان شارب وحالته زي الزفت. معلش يا محسن بيه، البص اصلا متاخره ولازم تطردي النهارده. شويه فول بقى يا باشا، عموله مخصوص من عند الجحش. كيف تروح حلمي؟ دايما عامل يا باشا. هو انا لحقت اطلب البوليس؟ انا ما ادريتش بنفسي. راجيه بقول لك كان هيقتلني. الله، بس دراسه الجدوى بتقول ان القناه الفضائيه هتخسرنا كتير. مش انت قلت لي ان اي مؤسسه اقتصاديه يلزمها مؤسسه اعلاميه عشان تسندها؟ كوبايه ميه لو سمحت. يا فندم لو سمحت، بعد اذن حضرتك عايز اقول حاجه مهمه جدا. المؤسسه الاقتصاديه نفسها منهاره، فهل من المنطق ان احنا نجيب مؤسسه اعلاميه تسند اقتصاديه؟ هذا سيزيد الانهيار بلا كده. وبعدين يعني كما تعلمنا من حضرتك، انا دراسات الجدوى مع احترامي لها دراسات جدوى في كثير احيانا بلا جدوى. وحضرتك بقصد او بدون قصد عرسيت كثير من القواعد الاقتصاديه، وانا بتكلم من منطلق هذا. هذا قد يكون جائز في حالات اخرى لكن في حالتنا لا. رافض مالك؟ انا اسف جدا يا فندم، سيادتك انا اصلي اول مره بشوفها بالنهار. سيادتك تشوف ايه؟ حسب تعليمات سيادتك انا اديتهم العنوان على هنا عشان المؤتمر زي سيادتك ما طلبت. يعني ازاي انت بلطفي تشوفوه بيعتدي عليا وتسيبوني وتمشي؟ انا مش فاهم. هو فكر كده؟ لا، ده يبقى شكاك. كويس قوي ان احنا ما تسرعناش. بصي، انت عارفه كويس قوي ان محدش مد ايده عليا من ساعه ما المرحومه مات، صح ولا غلط؟ وعارفه ان هو جنبك يجي ويعتذر لي بنفسه. هل تأخر إطلاق قناة هنداوي الفضائية له علاقة بأي خلاف بين حضرتك وبين الدولة؟ لا 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 لا، مفيش أي خلاف بيني وبين الدولة، بالعكس، ده أنا علاقتي بالدولة علاقة يعني زي الفل. إحنا بس عايز أقول لحضرتكم على خبر جديد، اللي إحنا قررنا تغيير اسم قناة هنداوي الفضائية إلى قناة بوبوس الفضائية. ليه؟ لأن بوبوس بيدي معنى يا نهار أبوك واقعي انتمائي جغرافي. بوبوس بيبقى بيطرح أطروحة إقليمية يعني تمتد إلى البحر الأبيض المتوسط، في مفهوم بحراوي أبيضاوي، فبيمتد انتماء يعني اقتصادي. وكمان ما ننساش ان غير الناحيه الاقتصاديه في نواحي اخرى تختص بالطفل وتختص بالمراه وتختص بال يعني بالمزز برضو لو في بتكلم انا. فده يعني شيء طبيعي ان يكون في قناه بتلم هذه الموضوعات كلها مع بعض. بس انا حضرتك شايف يعني ان قناه هنداوي تعبر عن الحاله الاقتصاديه وخاصه في البحر الاحمر، والامور البحر احمريه واضحه كما يلي. فهناك بحر احمريتي ده، انت الاحمريه، انت بالك انت بتتدخل ليه؟ استاذ محسن، يا ترى قناه بوبوس الفضائيه تنطلق من مدينه الانتاج العالمي؟ لا، هي هتنطلق من هنا، من قلب بيتي. بيتك 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 يا روح امك، احتليته؟ ايه فاكر نفسك ايه؟ ها، هي فاكراني بوش ولا ايه؟ ربنا يزيدك يا باشا. Thank you مالكي. Thank you very much مالكي. برا برا برا، امشي من هنا برا. بيتك بيتك، ولابس بدلة فوزي. انا بدي ابقى مين؟ ايه العبادة دي؟ اقلعها. يلا ادي بقى، دي حتى ريحتها معفنة ومنتنة. اقلع الهدوم دي. اقلع ده كمان. اقلع ده، حتى ريحته معفنه راخر، والزهر كان بياكل زيت خروع وزاني على كل حته في جسمه. وادي البنطلون كمان. يا نهار اسود ومنيل، لابس البوكسر بتاع المرحوم. الف رحمه ونور تنزل عليه. اقلع البوكسر ده. ما انا لو قلعت البوكسر المرحوم هيزعل. اقلع. طب ليه ما بتقوليليش اقلع القميص؟ اشمعنى البوكسر يعني؟ انت مش هتجيبها بره خالص، انا هجري بقى. هتقلع الكرافتة وهتقلع القميص وهتقلع البوكسر، هتقلع يعني هتقلع كل حاجة، فاهم؟ لطفي لطفي استنى يا لطفي. دي ست مش كويسه، قذره، سافله، منحطه. طب استنى بس يا لطفي، نديها فرصه تانيه. فرصه؟ فرصه ايه يا هاله؟
يا ست فاضيالنا اساسا؟ عايزين نشوف ايه اكتر من كده؟ ده هي فوق وهو تحت، هي فوق وهو تحت. لطفي لطفي استنى يا لطفي. محدش محسن بيه، استاذ لبيب المحامي بتاع مهجة هنا. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. تاخدي عنبايه حمراء ها وانا اخد عنبايه صفراء، ايه رايك؟ برضه يعملوا حاجه الاصفر مع الاحمر. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. طب ما تيجي انت بقى تاخدي ايه، واحده حمراء واحده صفراء ها، وانا اخد ايه، واحده صفراء واحده حمراء. كوكتيل وايه؟ هم يا ماما. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا من تصرفات مهجة هانم اللي ضايقت حضرتك. انا مش عايز اعتذارات، انا عايز فلوس. تاكد يا محسن بيه ان انا حريص على حقوقك نفس الحرص على حقوق مهجة هانم، بس حضرتك عارف حال البلد، ولذلك انا بقترح. انت ما تقترحش، اتصرف مع المتر عبد المنصف وفي النهايه قولوا لي. ها مش عايز قلب دماغ وحياتك. حبته هنا ولا ايه؟ ماشي. بقول لك ايه، انا خد دي اديها هديه لموجه هاني. اتفضل. سلام. ما تيجي بقى نشوف حاجه حلوه كده. ايه بقى؟ لا دي تعور والله؟ اه يعني بلاش؟ بلاش. بعدي. خليها بقى. صدر قرار من نيابة بتسليم القصر للبنك بكافة محتوياته. هتفضل معانا شوية لغاية ما نعمل جرد للقصر اللي انت كنت حارس عليه في فترة التحفظ. طيب انا هحاسبكم تجردوا تحت وانا هجرد فوق، واللي يجرد الاول يقول التاني انا جردت. ها عشان ما نضيعش وقت. اسف يا باشا، العربيات كلها محجوزه عليها لصالح البنك. المفتاح لو سمحت. بس بقى فتحية، انتحر الحوار على كده بقى. الله، عشان خاطر الحاجة. بتعرف يا باشمهندس فتحية اللي قاعدة جنبك دي جوزها مفتري؟ دي لا، دي ايه، دي عمرها الافتراضي خلص. لا، اللي جنبها، اللي جنبها كل يوم والتاني يقوم رنينها علقة موت، تقوم سايبه له البيت وغضبانة. ما يفوتش كام يوم الا وتيجي ام فتحية دي ترجعها له تاني. لو ترجعها له ليه؟ ما هي هتعمل ايه يعني؟ يعني هي هتصرف على نفسها ولا على عيالها ولا على عيال بنتها؟ ايه؟
يابا خليها على الله. يا ابني استهدى بالله، ده انت الكبير تسافر ازاي لو غرقت زي اللي غيره ولا مسكوك على الحدود؟ اعمل ايه هدف امك واخواتك السبع؟ لو اراد ربنا وصلت بالسلامه يابا هصرف عليكم ومش هخليكم تحتاجوا اي حاجه، ولو غرقت يا سيدي اديك هترتاح مني وتشيل حملي من على كتافك وتبقى صرفت على سته بس. موضوع السفر ده بس مهندس خوتنا بيه في الروحه وفي الجايه. العيال خلاص اتخانقوا قفلوا خالص. لقد حتفاء المناقشة بالنسبة لهم. مالها المناقشة؟ لقد حتفاء المناقشة بالنسبة لهم في الموضوع ده. لقد حتفاء. الواد من دول عنده انه يموت برا ولا يقعد في البلد دي فلتو ثانية. مين؟ فلتو ثانية. فلتو ثانية. لا فلتو ثانية. دي بتاعت الراجل الكبارة دوت اللي خد نوفل.